دكتور وحيد، يعني كيف صد القانون لمثل هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة سواء في أغاني المهرجانات أو فيما يعرض على بعض وسائل الإعلام أو ما يعرض بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي من مثل هذه الكلمات البذيئة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا دكتور عمر، القانون يعني مكتب الرصد للسيد المستشار النائب العام لما بيرصد ظواهر زي كده بيحلها للنيابة العامة، وهناك حالات كثيرة. إنما هي الرقابة مش رقابة قانونية في المقام الأول، هي رقابة مجتمعية، رقابة من داخل من يصرح بهذه الأغاني. يعني أتذكر واقعة، حضرتك كنت بتقول المقدمة، تذكرت واقعة حصلت مع رئيس الحكومة النحاس باشا سنة 42، كان في اسكندرية وجابوا الفنان محمد عبد الوهاب اللي محدش يقدر يشكك طبعا في الراجل ده وان هو بيقول اسفاف او حاجة، فغنى وصلتين وفي التالتة قام النحاس باشا وترك الحفلة. تاني يوم قابله في الفندق فراح يسلم عليه ويسأله يعني انت سبت الحفلة بتاعتي ليه؟ قال له يا فندي اللي انت غنيته امبارح ده كان بيغني ايه بقى محمد عبد الوهاب؟ مسكين وعلى هجرانك ياللي تركت الوطن والاهل علشانك، اغنية محمد عبد الوهاب. قال له وطن ايه اللي تتركه علشان خاطر واحدة ست يا فندي؟ ايه الاغاني المايعة دي؟ انا اصدرت حكم، لو شاف ان حاس داشا اصدرت قرار بحكم ان انا رئيس الحكومة بمنع هذه الاغنية. اغنية لمحمد عبد الوهاب بتقول تركت الاهل والوطن على تعيسون، مقارنة بما يحدث الان من مقارنة بما يحدث الان بقى دلوقتي. يعني اغنية زي اللي بنتكلم عليها دي بتاعت البنت اللي بتقول انا سافلة دي حققت 2.5 مليون مشاهدة. 2.5 مليون بني ادم في الوطن العربي سمعوا هذا الاسفاف. يعني في فنانة او ما يقال عنها فنانة قالت قبل كده عبارة مصر جابت نجيب محفوظ في الادب وجابت فلانة في قلة الادب. صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بأنها تفتقد لشرط السمعة. حكم، وأنا كنت موجود في الدعوة دي، أنها تفتقد لشرط السمعة لأنها حتى فكرت تترشح. لا، وشوف إن هي طلعة تفتخر بده. يعني مش عارف الناس عقولها راحت فين. وانت حضرتك بتتكلم تقليديا واجتماعيا ودينيا، عايز اقول لك وعقليا، عقليا فين صحيح. يعني احنا بحثا عن الترند ممكن اعمل اي حاجه كالذي بال في بئر زمزم، يعني اللي هو انا اعمل حاجه ان اشتهر ولو بالسب، مش فارقه معايا كتير. يعني فيك بقى سمعتي فين راحت؟ ايه الورطه بقى؟ اهلي؟ طب ناسي؟ طب لو انا مش مهتم بنفسي انا ورايا. كان طيب قوي ان حاس باشا لو شاف الكلام ده كان المفروض تعدم. يعني مسكين وحالي عدم، قلبت كيانه، قلبت كيان الحكومه وصدر قرار من الحكومه. هو عنده حق بصراحه انك كيانه يتقلب، وده مش كلام برضه يتقال يعني، بس احنا بنقول بمقارنه باللي بيحصل دلوقتي دي مش حاجه اصلا. يعني فكرته ان انت بتصدر للمواطن المصري ان انا اترك وطني من قبل واحده. كيف نتصدى لها برايك الان؟ إيه المفروض هي، خاصه ان احنا شوف احنا عملنا حلقات قد ايه وغيرنا من الاعلاميين عمل لقاءات، ناس كتير اتحبست ورغم هذا الحبس انا شايف ان امره مش راجع. ده احنا كل يوم بيطلع عندنا ظواهر سلبيه جدا، ومغنيين مهرجانات ما كانش حتى بيطلعوا على التلفزيون، بيطلعوا على التيك توك وعلى اليوتيوب، وكل الاسر او الناس في غالبها بيشوفوا الكلام ده كله وما فيش. انما من القائم بالابلاغ يا عمر بيه؟ ما هو المشكله ان احنا كلنا بنتواكل او بنتوكل على فئه معينه. العقوبات هذه ليست عقوبات رادعه فشعت الناس يتهاونون بهذه العقوبات. بالعكس كل من قدم منهن هذا المحتوى تعرضوا لعقوبات سنه وسنتين وثلاثه. طب واللي طلعت لك انا مش فارقه مؤدبه دي مش فارق معاها ولا ايه؟ لا مش فارق معاها خالص. هي فارق معاها كم المبلغ بالدولار اللي هيجي لها من ورا المشاهدات. حبس سنه واثنين مش مشكله. انا بسميه تسول سمعي وتسول بصري احنا بنعاني منه في المجتمع. احنا بنعاني من هذا التسول، التسول بغرض جمع المال، بغرض جمع لايكات، بغرض وللاسف. لكن انت كرجل قانوني، لو هو حضرتك قلت لي ان الحبس كان قد ايه؟ الحبس بيبدا من 24 ساعة لحد 3 ساعات حسب التهمة الموجهة ليها. يعني في مثل هذه لو هي بتحرض على الفسق في مثل هذه الحالات يا فندم، كان يعني ابلغ عقوبة اللي هم اتنفذت على الارض فعلا فعليا في قد ايه؟ سنة. هل انت قانوني شايف ان السنة دي على الوضع اللي احنا شايفينه عقوبة غير راضعة، فمحتاجين الى تغليظ هذه العقوبات حتى تختفي مثل هذه الظواهر من المجتمع؟ احنا محتاجين نعمل فلاتر للمواقع دي اولا. والفلاتر دي بقى هتطلع لنا من يشذ عن القاعدة. اللي يشذ عن القاعدة لازم يتعرض لعقوبة رادعة فعلا، ومنعه بقى من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تاني بحكم محكمة، وينشر هذا، وإذا خالف ده يعتبر عود للجريمة مرة تانية. فأنا يعني من هذا المنبر أنا بخاطب المشرع الجنائي للتصدي لتلك الظواهر بتشديد العقوبة ومنعهم بقى من العودة لمواقع التواصل، لأنها بتقضي العقوبة وترجع عايزة تعوض السنة اللي اتحبستها.
يعني وكثيرات منهن رجعوا تاني عشان خاطر تعوض السنة أو السنتين. لا أنا دي مفروض أمنحها زي بالضبط اللي بيرتكب مخالفة بعربي يصدر حكم محكمة أنه تسحب منه الترخيص أو يتم إيقاف الترخيص. لا أنا منعه من استخدام مواقع التواصل ويحصل حتى في الدول الأوروبية بيتمنع من استخدام مواقع التواصل. طب السؤال حتى إعلاميا وفي بعض المقاطع المنتشرة كان لما بيحصل أي عبارة خادشة للحياة كان بيحصل صفارة بيتم وضعها بالمونتاج يعني، لكن الوقت اصبح ان كثير من هذه كلها صفارة خاليه من الصفافير يعني الثانيه الاولى الاخيره صفارة. هي صفارة لو من الكلمات التي يعني فعلا تلوث الاذان، لكن اصبح الصفارة دي نفسها مش موجوده في كثير من هذه اللقاءات. ما هو عشان بس يعني عشان مفيش فلاتر مفيش رقابه. الرقابه انعدمت لما نقابه الموسيقيين فرضت شويه رقابه على اغاني المهرجانات. كان الفنان هاني شاكر ومنع ونزل قائمة كده بهؤلاء ممنوعين من الغناء وقعدهم في البيوت. الدنيا قامت وقعدت لأن أنا بعتبر إن بعضهم مافيا رجعوا تاني مافيا بحجم الثراء متصدرين دلوقتي بحجم الثراء وبحجم متصدرين ويقدموا كنماذج في المجتمع للأسف. ده كمان ده بيحاربوا النقيب بقى، ده ممكن يوقعوا نقيب موسيقيين بيحاربهم ويسقطوه أو يخلوه يكره النقابة. يعني لما تطلع النهارده حد زي حمو بيكا أو غيره يعني طلع كحد كشاب مش متعلم أو كذا ويطلع راكب أفخم السيارات ويغني أغاني وكلام مبتذل وهو اصلا حتى يا ريت حتى الصوت نافع وراه لو دكتور في الجامعه شافه هيجي له اكتئاب. اه والله ما ده اللي كنت عايز اوصل بيه، ان النهارده الشباب بتوعنا بقى اللي قاعد بيذاكر وقاطعين الكتب زي ما بنقول في الثانويه العامه عشان يبلغ الى كليه من كليات القمه وفي الاخر بعد ما يطلع يلاقي التكليف اتلغى وسيادته قاعد في بيته ومش لاقي شغل ويبدا يدور على سفر وهجره خارج البلد ويلاقي حد زي ده او غيره يعني مع احترامنا للجميع او غيره عمال بيحصد اموال كبيره جدا جدا هو قاعد بيقدم اسفاف للمجتمع. صحيح. شعور الشباب هيبقى ايه في الوقت هو في بالفعل احنا نقابه الموسيقيين او الجهات الحكوميه المختصه على الرقابه والهيئه الوطنيه للاعلام هو الموضوع بعيد عنها لان هم مش بيظهر في قنوات خاصه بيها يعني ما فيش اي مش في قانون الوقت يا فندم يا وحيد وبيتكلم على ان كل صفحه بلغت فوق 5000 بيتم عليها بالزبط. فرض عليها عقوبات فيما يتعلق بالمخالفات الاعلاميه هو في كده مفيش تنفيذ لده لكن في صح فيه يعني فيه لو في تنفيذ لده دي وصلت 2 مليون مشاهده دي المفروض تروح السجن بالزبط. يعني المطربه السافله دي اللي ما لقيتش حد يربيها المفروض تروح السجن.